في اليوم 23 من الحرب الروسية في أوكرانيا، ومع استمرار الهجمات والاشتباكات، قتل وجرح عدد من المدنيين بقصف روسي على منطقة سكنية في حي بودلسكي بالعاصمة كييف. بدورها قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن روسيا تمكنت من السيطرة على مدينة إزيوم، وهذه المدينة من المرجح مواصلة تقدم القوات الروسية فيها وتقع إلى جنوب العاصمة كييف. الآن إلى منطقة لوهانسك. ما الذي يحدث في هذه المنطقة؟ في منطقة لوهانسك فقد تعذر إجلاء المدنيين من البلدات الواقعة على خط المواجهة بسبب القصف الروسي الواسع النطاق في هذه المنطقة. من جهته أكد رئيس بلدية لفيف أن صواريخ روسية ضربت حي مطار المدينة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.